الفنانة مادلين طبر. أهلا بيك. أهلا بيك منورة. منورة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته 38. شكرا يا أمين. النهاردة عن مشاركتك في المهرجان. انتباهي الأول بأنه قدرت من أول سنة ليها ماجدة واصف أنها تعمل خطوة لقدام. عملت برزنتيشن راقي كلاسي عجبني جدا. المكرمين كانوا خلطة من شباب صغيرين من مخضرمين وكبار، ودي فكرة حلوة. شايفة إن مهرجان القاهرة ممكن ينافس مهرجانات عالمية؟ طول عمره كان في موقع متقدم، وما تنسيش كنا في ثورة، والحمد لله إنه رجعنا تاني باك تو ذا فرونت مع الوقت إن شاء الله. إيه أكتر عمل كنت بتحبيه للراحل محمود عبد العزيز؟ كل أعماله جميلة، بحب له قوي حاجات غريبة، يعني مثلا بحب الكيف، بحب إعدام ميت، ده كتير، سلسلة جامدة من أفلامه الجميلة. وبحب مسلسل محمود المصري، شرفت بأني كنت عاملة دور مراته، شرفت بأني تعلمت منه من تجربته الكبيرة. الجديد عندك بقى؟ بحضر لمسلسل اسمه الظاهر، وتعالوا شرفونا يوم السبت عشان أول يوم تصوير للمخرج ياسر زايد لتامر عبد المنعم. وتامر عبد المنعم ممثل ومنتج وأيضا كاتب، وللسوبر ستار محمد فؤاد. شرفونا.